صدق رزوقي؟ قول عيني. أشو أبو نجم ما كل يوم؟ يا بوي بيروح يطير خبا يطير. خاف مريض؟ السيد شغلة حاجة عنده؟ استلم. لو طالب شي شكل يجيني. سلام عليكم. عليكم السلام. استريح. لحظة قاعد. قوم لعمك. شوف عمك تعب ما تقول أنت شنو توب. استريح 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 استريح. أقول لك الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير أبو نجم. الله بالخير أقاتل. الله بالخير والعافية. تشرب بارد شاي؟ ممنون خلي شوي ارتاح عيوني. البارد عندنا اشكال بيبسي سينالكو تراوبي. ممنون. اقول لك ابو نجيب قول خير. شو بدك تضحك؟ والله شو اقول لك خويي رزوق ضحكنا وياك. البارحة اي كنت معزوم انا وجاري احمد حبزبز اي يم تاجر من الكرادة كبير. زين وشلون قاعده من العمر هالغنى الحلو هالمشاوي الزينه وجانا منو؟ منو؟ ابو جاسم محمد القبنشي. الله غنانا مقام بهيرزاوي. الله الله محبوك حبك. الو ما طول لك السالفه. ايه يا اخوي حسين العالم دامت السوالف بلشت السوالف العالم كلها السولف وانا فاك حلقي. تعفى ابو نجم ليش فاك حلقك؟ اي طبعا كلها السولف وانا ساكت. اي ما تحكي بالكبشك. استنى اقول لك. ها يلا قلت له الخي شويح بي احمد حبزبز احمد. ايه قلت له اقول لك انا راح اسولف واذا شفت العالم استغربت لو اندهشت اريد منك شنو ترجع لي اياها. ايش قال لي حبزبز؟ ايش قال لك؟ قال لي بيخالف بس ها لا تبالغ لا تحرجني امروتك. قلت له ابدا اودعتك دخلني تونس هي مقضيه مو رزوقي. ايه مقضيه. سولفت لهم ايش قلت؟ ايش قلت؟ قلت لكم ترى عمكم يحب الصيد ودائما انزل عليه من على البر وصيد انت. ايه وفرد يوم صارت لي مفاجاه. ايه غريبه عجيبه. شنو يا بالله؟ نزلت للصيد واخذت الكسريه مالتي ويا. ايه يا هلا ومرحبا. هلا 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 شرفت. اخذت الكسريه ونيشنت على شجره شوي دير بالك. راح تطيها بالك. اذا بدك الوخر انت دوخر. هم صحيح. ورمعت. زين رحت للشجره. زين شفت لك الشجره داير مدايرها 20 فختيه بطلقة. هرميتها هاي طلقة وحده. اي شفت العالم شو كلها وجوهها تبدلت واستغربت على اخوك حبزبز نهض قالهم ايه وتصير لان الكسرية بيها 20 طلقة وذني 20 طير والله وفقه وكلهم ضربهن ووقعن. هنا انا قلت عبرت عدت عليهم بلشت العالم من قمت تحكي بالصيد هم تحكي بالصيد هذا يرفع هذا يكبس هذا يرفع هذا يكبس. قلت لهم لحظة مرة من المرات أنا هم رحت وين؟ وين؟ للبر وخدت الكسرية مالتي ولن أشوف لك شنو؟ نفس الكسرية. نفس الكسرية نعم. طير دراج زين وموكر على الشجرة. على الشجرة لزمت الكسرية. ايه وقلت لها ها يا بدو أخير دو أخير ستة واربيك إياه. نعم رحت ولقيت لك اياه هالطير هذا السميد المربرب مشوي ذاك الشوي ومزمز ومبلح وصاير لك لوز. هنا اوربت العالم هم قاموا يبارعون ويستغربون قالوا شنو الموضوع. قام هنا حبزبز قال لهم عادي عادي جدا. قالوا لي يابا شنو عادي؟ دا تقول مشوي ومبلح شو بسرعه؟ قال هم مشوي لان طلقت الكسريه راحت على الشوكه فوش سوت هاي الشوكه احترقت فمن احترقت شوته شوته الطير الدراج السبيل المربرب. زين قال له زين والمليح شلون الملاح؟ قال هم بسيطه وسهله لان من ضربه وقع فرفحت روحه وانوجع وتمرغل بالقاع والقاع صبخه تملح.